ونختم بالرياضة ونتائج الجولة 38 والأخيرة للرابطة المحترفة الأولى لموسم 2020-2021 التي حددت رسميا الفريق الرابع الذي سيلعب الموسم القادم في الرابطة الثانية هواة. ويتعلق الأمر بجمعية عين مليلة بعد انهزامه بالرباعية في بشار أمام شبيبة الثور. أقول أحمد سويلح. المشهد الختامي لرابطة كرة القدم المحترفة عرف نزول جمعية عين مليلة إلى قسم الهوات بعد خسارته أمام مضيفه شبيبة الثورة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، لتكمل لصام عقد الفرق التي سقطت إلى الدرجة الثانية والمتمثلة في شبيبة سكيكدا، أهلي البرج واتحاد بالعباس. من جهته ضمن جمعية شلف البقاء في دور الأضواء بفضل فوزه على جاره سراغي ليزان بهدفين لواحد، نفس الحال بالنسبة لويدة ليمزان المنتصر على وفاق سطيف بهدف واحد ووحيد مكنه من ضمان تأشيرة البقاء. وفي بقية المباريات تغلب البطل شباب بلوزداد على ضيفه اتحاد بسكرة برباعية مقابل اثنين، وفاز نجم مقرع على مولودية وهران بمعقل هذا الأخير. أما شباب قسنطينة حقق الأهم ببلعباس بعدما فاز بهدف واحد على الاتحاد، وبذات النتيجة تخطى شبيبة القبائل مضيفه نادي أتليتيك بارادو، كما فاز اتحاد العاصمة على شبيبة سكيكدا بثلاثية كاملة، وتعادل مولودية الجزائر مع جاره نصر حسين داي بأربعة أهداف لمثلها من الأهداف. وبنتيجة التعادل انتهى لقاء أهلي البرج وأولمبي المدية. وإليكم الآن جدول نتائج وترتيب الجولة 38 والأخيرة.